مرحبا يا طالب العزيز، كيف حالك اليوم؟ أريد أن أشكرك كل يوم على مشاهدتك للفيديو. اليوم نأتي إلى درس جديد من الجزء الأول، درس الرابع، الدب والرجلان. نأتي إلى عنوان الموضوع. عنوان الموضوع هو الدب والرجلان. الدب والرجلان. اليوم عندنا القصة. القصة رجلان يذهبا إلى الغابة، شاهدا دبا، والآن نأتي ماذا جرى في الغابة. نعم، انظر في الصورة. من ترى في الصورة؟ رجلان والدب. نأتي إلى القصة. نعم، انظر. ذات يوم خرج رجلان في رحلة إلى الغابة، شاهدا دبا قادما من بعيد فخافا منه خوفا شديدا. انظر في الصورة، شاهد الرجلان دبا قادما من بعيد وخافا منه خوفا شديدا. نعم، ركز على الصورة وأقرأ لكم القصة. أسرع أحد رجلين وتسلق أقرب شجرة، أما الرجل الثاني فكان بطيئا ونادى صاحبه لم يلتفت إليه. انظر، ركز على الصورة. أسرع أحد الرجلين وتسلق أقرب الشجرة. انظر، تسلق أقرب الشجرة. أما الرجل الثاني فكان بطيئا ونادى صاحبه لم يلتفت إليه. نعم، وقف الثاني قلقا وقال في نفسه: ماذا أفعل؟ إذا حاولت الهرب فقد يراني الدب ويأكلني، لذلك سأستلقي على الأرض بلا حراك. أما الرجل الثاني قلقا لما شاهد صاحبه تسلق على الشجرة وقال في نفسه: ماذا أفعل؟ إذا حاولت الهرب فقد يراني الدب ويأكلني، لذلك سأستلقي على الأرض بلا حراك. انظر في الصورة، استلقى، استلقى على الأرض بلا حراك. نعم، اقترب الدب وأخذ يدور حول الرجل. ركز على الصورة، اقترب الدب. انظر، اقترب الدب على الرجل الثاني الذي استلقى على الأرض. اقترب الدب وأخذ يدور حول الرجل، وأخيرا ابتعد عنه ورحل. نزل الرجل الذي كان أعلى الشجرة وقال لصاحبه، ينزل الرجل الذي أعلى الشجرة وقال لصاحبه. ماذا قال لصاحبه؟ الآن نعرف. نعم، انظر في الصورة، نزل الرجل الثاني وقال لصاحبه: اقترب منك دب وما أذاك، فهل قال لك شيئا؟ سأل هذا السؤال صاحبه الذي على شجرتي. اقترب منك الدب وما أذاك، فهل قال لك شيئا؟ فأجاب صاحبه. نعم، انظر في الصورة، جاوب صاحبه، قال لي: لا تصاحب هذا الرجل الذي لا يفكر إلا بنفسه. قال لي: لا تصاحب هذا الرجل الذي لا يفكر إلا بنفسه. نعم، خلاصة الموضوع. ما عنوان الموضوع؟ أو ما هو عنوان الدرس؟ الدب والرجلان. ماذا شاهد الرجلان؟
ماذا شاهد أو ماذا رأى؟ الدب. هل ترك الرجل الأول رجل الثاني؟ هل تركه؟ نعم تركه، تسلق إلى أقرب الشجرة وترك صاحبه. ماذا تعلم الرجل الثاني لما شاهد أو لما أرى صاحبه تسلق إلى أقرب الشجرة وتركه تحت الشجرة؟ ماذا تعلم؟ ألا تصاحب الرجل الذي لا يفكر إلا بنفسه. شكرا جزيلا على مشاهدتك للفيديو.